السلام عليكم خوتي، معكم ايدو كلاش كما العادة. خوتي اليوم نحكي قصة على أشرف الخلق، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أشرف الخلق، أعظم إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض وفي الكون كله. حاجة تبين باللي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عظمته. في يوم من الأيام نادت السماء على الأرض: يا أيتها الأرض، هذه السماء تنادي على الأرض، والسماء كانت تتباهى على الأرض: يا أيتها الأرض، والأرض تنطق تقول: ما بك أيتها السماء؟ السماء تنطق، قالت: أنا أحسن منك أيتها الأرض، لأن عندي كواكب وعندي نجوم تسبح في الملائكة. ماذا عندك يا أيتها الأرض؟ لا تملكين شيئا سوى الحروب، المنافقين، لا تملكين شيئا. في يوم من الأيام ولد محمد عليه الصلاة والسلام، فرحت الأرض، نادت على السماء: أيتها السماء، يا أيتها السماء. السماء قالت: ما بك أيتها الأرض، أبشري، فقد ولد محمد عليه الصلاة والسلام، أبشري. الأرض فرحت، سبحان الله، تخيل، تخيلوا الأرض فرحت عندما ولد محمد عليه الصلاة والسلام. قالت الأرض: سوف يكثرون المؤمنون السجد الركع، وما أكثرهم سوف يتكاثرون علي في الأرض من أمة محمد. تخيل، السماء بكت. أيام سعد الأيام، قالت السماء: أيام سعدك يا أيتها الأرض، أشرف الخلق. تخيل، السماء حزينت، كانت تتباهى على الأرض بنجومها وكواكبها وشمسها. وعندما ولد محمد عليه الصلاة والسلام على الأرض، فرحت الأرض وحزنت السماء. وهنا يبين عظمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يبين أن شيء عظيم ولد على سطح الأرض وفي الكون كله، لأن السماء كانت تتباهى بنجومها وكواكبها والشمس، وقالت: تسبح في الملائكة. ولكن عندما ولد محمد عليه الصلاة والسلام في الأرض، فرحت الأرض وحزنت السماء، غارت، سبحان الله، سبحان الله. قالت للأرض: يوم فرحك يا أيتها الأرض. شوفوا عظمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، شفيعنا يوم القيامة. كل الأنبياء يقولوا نفسي نفسي، إلا محمد يقول أمتي أمتي عليه الصلاة والسلام. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله يعجبكم هذا المحتوى، وبارطاجيو خوتي مع فيديو كلاس ديما يبغيكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.